كتلميذه فخرجت نضامن مع الاستاذ ديالي اللي هو اللي علمني كيفاش نكون انا ذاتي، اللي علمني شنو هو الوطن. هذاك الاستاذ راه هو اللي علمك كيفاش تصنع علم الوطن، هذاك الاستاذ هو اللي علمك كيفاش تحفظ النشيد الوطني. فما ما يعقش ليك انك تنجي تنسالي. مزارع الشعبي سميت دروستك الثانوي الاعدادي مدرسه يوسف متاشفين. اليوم خرجنا تضامن مع الاساتذه ديالنا اللي تعرضوا مما تعرضوا ليه من تعنيف وتنكيل من قبل السلطه المحليه والامن الوطني في العاصمه الرباط. فكيف الاستاذ يتعامل بهذه الطريقه بشكل معنف من نفس وركل وشتم وسب، ويعتبر في دوله حق القانون فيعتبر مربي الاجيال، فكيف تحق لأي إنسان كان، فكيف يحق له أن يتعامل مع أستاذ مربي الأجيال هو اللي يعلمك كيفاش تكون ذاتك، هو اللي يعلمك تحفظ ذاك النشيد الوطني اللي كتردد فيه أيا كان. فلو أن كان فلو أن كان ذاك الأمن كان عنده واحد بكامل العقلية ديالو ما كانش غادي يقدر حتى يقيسو حتى بإيده. فهناك مقولة نبيلة تقول ابتعد عن الأستاذ 7 أقدام لكي لا تدوس على ظله، فما بالك أن تدوس على شرفه على كرامته. فلقد نلاحظ أن الأستاذ انتهكت كرامته، سلبت منه حقوقه، لذلك فهم خرجوا يدافعوا على الحقوق ديالهم من أجل استرجاعها بشكل سلم، على مظاهرة سلمية. فكيف نلاحظ رد الفعل الوزارة التربية الوطنية؟ ردت عليهم بواحد الشكل هو همجي، فهذا السبب ديالو شنو هو؟ هو التخلف العقلي. فبما أن نلاحظ أن السيد وزير الأمزازي وزير التربية والتعليم الوطنية خرج بآخر تصريح قال هو أن الأستاذ شكون اللي قال لي سنك الكونترا؟ هو أخي أنت شكون اللي قال لك خرجها كاع؟ شكون اللي قال لك خرجها؟ فبما أن وجهه هو يدير، فهذا كان فرض. لو انه ما كانش شي حاجه ماشي هي ديك في هذيك الكونترا وتبدلوا البنود ديالها ما كانش الاستاذ غادي يخرج نهائيا. فهل انسان طبيعي ايا كان غادي يجي ويقول لي راسو خرج؟ ما يمكنش. فالا كيكونوا الاسباب فهذه دوله الحق القانون. فانا اناشد الوزاره التربيه الوطنيه واناشد جلاله الملك محمد السادس ان يرجع الاساتذه حقوقهم، لانهم دافعوا على خرجهم فقط يدافعوا على الوظيفه والمدرسه العموميتين. فلا يحق لاي احد كان ان يعنفه وينكله بتلك الطريقه. فالتلميذ كيخاف من الاستاذ، فانا لا اعتبره خوف، فقط احترام. الاستاذ انذاك كان يقدر ويجل ويحترم، فالان كتلاحظ واحد من السلطه مخلف عقليا ليس بكامل عقليته يعنف الاستاذ، ينكله، يقوم بضربه وسبه وشتمه، الرفس، الركل، حتى انهم يتلقاو على الارض بدون سميتو في الاخر تضربو في الاخر تجيب الاسعاف الاولي. ديك اخويا ديك الاسعاف الاولية علاش؟ ملي انت ضاربني ما تضربنيش من الاول، علاش مجايب لي الاسعاف الاولية؟ زائد ان ملي كيولي الاستاذ يقول لك التنسيقيه هي اللي حاميه، يعني شكون اللي خاصو يحميه؟ ماشي التنسيقيه، الدوله اخويا هي اللي خاصها تحميه، ما يمكنش التنسيقيه تحمي الاستاذ، فالدوله هي اللي خاصها تكون على كامل الاستعداد تحمي الاستاذ. صراحة المجال التعليم هو مجال منتج، لكن تعتبره الدولة مجال غير منتج. فإذا أردت أن يكون المجال التعليم منتج فأعطي خصو الاستثمار، كون مدرسة بلاص داك البوليس، جيب مهندسين يهندسوا مدارس، لدرجة أنه ولا اكتضاد. فالتلميذ بحقه هو حقه مسلوب منه، الأستاذ خرج يدافع على راسه وعلى التلميذ، فعلاش تلاحظوا حنا هذا الرد الفعل من عند الأمن الوطني؟ فماشي من حقه، حيت هو اللي علم، أنت اللي وقفت تضرب فيه، راه علمك تكون ذاتك، علمك كيف هذاك الوطن، الأستاذ هو الوطن، بحال كنقول له شي دار عند الساس، فالأستاذ هو اللي تعتبر الساس ديال الوطن، فلو ما كانش الأستاذ كيف غيكون هذا الوطن؟ كيف غيكون؟ غادي يكون الهمجية، بحال أكرمكم الله بحال الحيوانات، اللي جا يعيد يشرع يدو اللي جا، فلا يحق أن تمس الأستاذ في كرامته ولا في شرفه. وأقول قولي هذا وأطلب الله أن يغفر لي. لا تربية ولا تعليم، لا تربية ولا تعليم.
المدرسه ديال السلام عليكم ورحمه الله. انا ام تلميذ كيقرا في المؤسسه. شلنا باغ لي ميديا هذا الشيء اللي تعرضوا ليه الاساسيده. هو كان احتجاج سلمي، فاذا بينا كنشوفوا الاساسيده كيضربوا وكيتهانوا على واحد الحاجه من حقهم ان ولد الشعب يقرا ويخدم ويترسم. التعليم بقى المنبر الوحيد باش الدراري يكون عندهم واحد امل. انا كنشوف ولدي كيقرا دابا ما بقاش عنده امل انه يقرا مزيان باش يخدم، حيت الناس اللي كيقراو كياكلوا في العصا. علاش هاد الناس كياكلوا في العصا؟ طالبوا بالحقوق ديالهم، تفاهموا معاهم ماشي تضربوهم. علاش هين استاذ في كندا في الدول الاخرين الاساسيده كيديروا لهم كاع الحقوق، وهنا عندنا الاستاذ ياكل العصا؟ علاش ياكل العصا؟ وملي هاد الدراري غيديروا لهم اضراب وغيضيعوا، شكون اللي يضيع؟ ضايعين وليداتنا، ولاد اللي ما عندهمش هما اللي ضايعين، ولاد اللي عندهم في البريفي دابا كيقراو. انا وقفت هنا كنهضر على هاد الولاد كاملين. علاش ولاد الشعب كيضيعوا؟ لا الاساسيه راهم ولاد الشعب، ولاد التلاميذ راهم ولاد الشعب. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.